مرحب بحضراتكم مرة ثانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة الكرة العالمية وآخر أخبار الأندية الأوروبية. طبعا في الوقت الحالي احنا في ميركاتو صيفي، ولا صوت يعلو على صوت الميركاتو الصيفي وكل الأندية حول العالم. طبعا بنشوف ايه المراكز اللي هي محتاجاها، بتبدأ ان هي تدعم صفوفها الفترة اللي جاية. ولكن عايزة ابدأ معاكم بقى من اخبارنا العالمية او موسم الانتقالات او ميركاتو الصيفي من العالمي. عايزة ابدأ معاكم من نادي برشلونة. نادي برشلونة اعلن التعاقد مع الالماني دوندوجان في موسم الانتقالات الصيفية القادمة، قائد فريق مانشستر سيتي في صفقة انتقال حر. طيب، عقد جوندوجان مع برشلونة هيكون لحد صيف 2025، ده طبعا مع إمكانية التمديد. العقد فيه شرط جزائي قيمته 400 مليون يورو. طبعا نادي مانشستر سيتي ودع قائده السابق بعد 7 مواسم قضاها داخل الفريق، وكتب حساب مانشستر سيتي: شكرا جوندوجان، اللاعب ينضم إلى برشلونة بعد 7 سنوات من النجاحات الرائعة مع مانشستر سيتي. ودي كانت أبرز أو آخر أخبار الانتقالات أو موسم الانتقالات الصيفية من نادي برشلونه من مانشستر سيتي الى نادي برشلونه لجوندوجان بقيمه 400 مليون يورو زي ما قلت لحضراتكم، ده الشرط الجزائي حتى صيف 2025.